Salut à tout le monde. Moi, je m'appelle Jude. Je suis avec vous pour enseigner la langue française. برحب بيكو معاكو أنا جود مدرسة لغة فرنسية. Soyez le bienvenu dans la 12e leçon de français, la première année préparatoire, le premier semestre. النهاردة هنشتغل بقى بالوحدة الدراسية الجديدة اللي هي unité 3. خلاص؟ طبعا الوحدة دي هي آخر وحدة في الكتاب عندكم، وبعد كده ايه هتخشوا الامتحان. فياريت يا جماعة برضو تحاولوا ان انتوا تحضروا الفيديوهات دي بتاعت الوحدة الثالثة فورا اول ما تنزل، يعني بمعنى النهاردة مثلا نزل الفيديو على طول تحضروه وتسمعوا وتكتبوه، خلاص، بحيث ما يبقاش عليكم تراكم خالص وقت الامتحان، علشان زي ما قلتلكم في الفيديو اللي قبل كده انه احنا عايزين نتفق على ميعاد قبل الامتحان بتاعكم، بحيث انه نشوف مع بعض الاسئلة، الحاجات اللي ممكن تواجهنا، المشاكل، اي حاجة، فنبقى مع بعض وما يبقاش ده مأثر على المواد التانية. خلاص؟ نبدأ. ألونزي. طيب احنا طبعا زي كل وحدة دراسية بنشتغل ازاي؟ بيبقى في عندنا مواضيع بنتناولها. Alors, on a dans l'unité 3 à l'école, يعني في المدرسة. À l'école. خلاص؟ école مدرسة. À l'école. On apprend à, يعني هنتعلم في الدرس ده ايه. Demander et dire l'heure et les horaires. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني انه نسأل ونقول الساعة ونقول المواعيد. خلاص هنشوف بقى ازاي هنقول الساعة، هنراجع اللي قلناه قبل كده في يونيتي 1 وهنشوف ايه الجديد بالنسبة للساعة في الدرس ده او في الوحدة دي. Aussi, on a parlé de ce qu'il y a dans l'école. Qu'est-ce que ça veut dire cela? يعني انه هنتكلم عن اللي موجود في المدرسة. اللي موجود في المدرسة. Parler des cours et des matières scolaires. يعني هنتكلم عن الحصص الدراسية والمواد الدراسية. بعد كده parler d'une journée scolaire. يعني هنتكلم عن اليوم الدراسي بيبقى عامل ازاي، انتوا في المدرسة بتبقوا عاملين ازاي، اليوم الدراسي عامل ازاي. donner un rendez-vous. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني انه ازاي ندي ميعاد او اعطاء موعد. rendez-vous ça veut dire، طبعا دي كلمة على بعضيها، معناها ايه؟ معناها انه ندي موعد، معناها موعد الكلمة دي. utiliser l'expression il faut، يعني هنستعمل بقى التعبير اللي هو يجب. امتى بستعمل التعبير اللي هو يجب؟ ده في الجزء الاخير. طيب زي كل وحدة دراسية بنبتدي فيها بالجزء الخاص بليكزيك فوكابولير، المرادفات، يعني الكلمات دي اللي بتبقى موجودة كل درس. خلاص، وانا قلت لكم قبل كده انه بالنسبة للكلمات انا دايما بحب اني الكلمات دي ناخدها بالراحة، يعني ما تحطش نفسك ان انت خلاص انا هرص الكلمات دي على ورقة او هقراها من الكتاب هحاول احفظها وكده. لا، انت ما تمشيش بالمنظر ده، وانتي برضو ما تمشيش بالمنظر ده. يعني ازاي؟ لان ده بيخلي انه احنا لما بنحس في كم هائل من الحفظ بنتعب. طب هنعمل ايه؟ ايه الحل بقى؟ اننا زي ما قلت لكم قبل كده، برجع بقولها تاني، احنا ناخد الكلمات نقراهم كده بالراحه. يعني في طبعا كلمات كتيره قوي احنا يعني بعض الكلمات بنبقى عارفينها والبعض الاخر مش عارفينه، ماشي كده؟ بس الا اما هيطلع حاجات ايه احنا عارفينها. نحاول يعني مثلا في اليوم ناخد لنا 10 كلمات 20 كلمه، نحاول نقربهم لذهننا، نفهمهم قبل ايه؟ قبل ما نحفظهم. طبعا مهم قوي ان احنا قدر الامكان نعيد ونقرا كذا مره، نفرق بين الاسماء المذكره والاسماء المؤنثه اللي هي طبعا بتبقى عباره عن اسماء مجرده. يعني زي ما قلت لكم طبعا قبل كده في دروس سابقه ان احنا ما نسالش انه ليه مثلا كرسي بالعربي مذكر، اون فرونسي مؤنث، اون شيز، ليه بقى؟ علشان دي كلمه مجرده. يعني انتوا مش مطلوب منكم ان انتوا تعرفوا، يعني تعملوا المقارنة دي. يعني انا دخلت على الفرنساوي بالتالي هنسى حاجة اسمها عربي، مش هفكر ليه في العربي عملت كده، ليه القاعدة بالعربي كده، الحاجات دي ايه مش هفكر بيها، هبقى خلاص مبرمجة نفسي
ان انا ايه ان انا في يعني في كور فرنسي، انا في درس فرنسي خلاص ماشي كده. وحاولوا قدر الامكان ان انتوا ما تفكروش زياده قوي وتقارنوا بالعربي ليه بقى، لان ده هيتعبكم. يعني هتيجوا في الامتحان طبعا ان شاء الله ده ما يحصلش معاكم، هتلاقوا نفسكم يا الله انا متاكده او انا متاكد انه انا دي مذكر ليه، او انا مثلا في العربي هي مذكر وبالتالي مؤنث. لا دي مش قاعده اني بالعربي يكون مذكر ومؤنث، ده مش قاعده خلاص، دي اسم مجرد كده، هي كانت كده زي ما انت في العربي. ما حدش قال لك ليه مثلا السبوره مثلا مؤنث، ليه الحيط الحائط مذكر، ما تقلكش، بس ايه بس انت خدتهم ككلمات مجرده خلاص. طيب qu'est-ce qu'on a ici؟ on a les noms masculins. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني الاسماء المذكره. طبعا انا بعيدها كذا مره وانتوا ريبيتي يعني اعاده برضو، ليه بقى؟ علشان وانتوا بتكتبوها تبقوا فاهمين خلاص. طيب انا طبعا معلش لو يعني هقول حاجه كده قبل ما اخش في الكلمات يمكن طولت شويه، بس عشان يعني لسه دلوقتي جات لي يعني افتكرت حاجه حصلت معايا من يومين. تمام، انا كنت قاعده مع حد يعني من الطلبة بتوعي كده، فبتقول لي هي انه انا يعني مش عارفة انا ببص في الكلمة باخد الشبه خلاص. قلت لها يعني ازاي تاخدي الشبه؟ قالت لي يعني معلش يا ميس انا باخد يعني باخد مثلا اول حرف منها وبحاول ان انا ايه احفظه بالنظر بلفظه غلط. طبعا انا ده ضايقني جدا. تمام، قلت لها لا ما ينفعش كده، لازم تضغطي على نفسك، حتى لو انت اديتي النطق غلط مش مشكله هتتعلمي خلاص. وانا دي طبعا بقول لكم الموقف ده عشان دي نصيحه ان انتوا يعني ما تمشوش كده خلاص، ماشي حتى لو اللغه دي حاسينها انها فرض عليكم، بس حاولوا قدر الامكان ان انتوا يعني تحبوا اللغه تتمتعوا بيها. ليه؟ انا مش هقول لكم ان انتوا لا خلاص هيبقى مجالكم لغه، لا انا مش قصدي كده، بس قصدي عشان ان انتوا تقدروا ان انتوا تستوعبوها صح خلاص. حتى يعني ببص عليها طبعا اللي انا بتكلم عليها دي البنت دي هي اصغر سنا يعني منكم خلاص، يعني هي دلوقتي في رابعه ابتدائي، فهي يعني بتقول لي انا حصل معايا خلط بينه وبين الانجليزي، فانا مش عارفه ان انا ايه مش عارفه ان انا الفظ او بحس نفسي متلخبطه خلاص. فانا يعني وضحت لها ايه الحاجات اللي لازم تعملها، من ضمنها انها ما تكتبش الكلمه كلفظ بالعربي زي ما قلنا قبل كده احنا في دروس سابقه. ليه؟ لان لما بكتبها مثلا زي مثلا ان كور، لو جيت كتبت ان كور كده هتلخبط. ليه بقى؟ لاني هاجي بعد كده الفظها الاقي نفسي ان كور، يعني مش هدي ممكن الفظها غلط، اقول ان كور مثلا على سبيل المثال ماشي. لا ما اعملش كده، احاول يعني قدر الامكان اعتمد على السمع وعلى ذاكرتي في السمع خلاص. انا بس حبيت اوضح لكم كده ان انا بحب الحاجه تمشي صح، وان شاء الله يعني احنا مع بعض في البث المباشر وكده باذن الله يعني انا عايزاكم ايه تتكلموا عن المشاكل اللي بتواجهكم خلاص، وان شاء الله يعني ما حدش عنده يبقى اي مشكله، ونسمع ان انتم خدتوا درجات كويسه في الامتحان باذن الله تعالى. طيب ان كور، ان كور يعني حصه، ان كور طبعا لاحظوا كور في باخرها اس، ومع كده هي ايه هي سانجولي يعني مفرد خلاص، ماسكولين سانجولي بس باخرها اس. ليه بقى؟ علشان اصل الكلمه كده خلاص، فانا بحط في بالي وانا قاعد ببص او قاعده ببص على الكلمه اني خلاص بكتبها على ورقه جنبي كده ان دي اس مش تدل على ايه على الجمع خلاص. لو فولي، لو فولي يعني الكره الطائره، اذا لو فولي يعني الكره الطائره. لو ماتان جات لنا قبل كده يعني في الصباح او الصباح، لو ماتان. لابريميدي يعني بعد الظهر، طبعا هنا لو ماتان الصباح ما فيش فيه اصلا خلاص، دي خطا مطبعي اصلا. لو سوار المساء، برضه هي معناها المساء ماشي. ان كافيه، كافيه او مقهى، لاحظوا دي عارفينها بالعربي كافيه، بنقولها ايه بنقولها بالعربي كافيه. ان اون كيسكو سا فو دير يعني عام. ان اون. ان جيمناس يعني ايه؟ يعني صالة العاب رياضية. ان جيمناس. ان جور يعني يوم. ان جور. ان ميكرو
Qu'est-ce que ça veut dire يعني ميكروفون. طبعا ممكن تتكتب ميكروفون او ميكرو اختصار عادي زي ايه زي تلفزيون ممكن اقول لا تيلي خلص يعني تلفزيون اختصار. Un emploi du temps يعني جدول حصص. Un emploi du temps qu'est-ce que ça veut dire يعني جدول حصص يعني الجدول اللي انتوا بيبقى موجود عندكم في المدرسه اللي هو ايه الحصه عندي يوم مثلا بكره عندي كذا كذا الساعه كذا ده ايه بسميه un emploi du temps. Alors je répète une autre fois un cours le volley le matin l'après-midi le soir un café un an un gymnase un jour un micro un emploi du temps خلاص. Aussi on a un oreiller. Qu'est-ce que ça veut dire يعني وسادة أو مخدة. طبعا oreille معناها إيه معناها الودن خلاص. طيب أنت دلوقتي المخدة علشان تحط دماغك عليها ودانك كله فخدوها كده ماشي نفهمها فهم يعني un oreiller يعني وسادة أو مخدة. un rendez-vous ماشي طبعا انتوا هتقولوا طب ليه دي كلمة كده مركبة هي كلمة مركبة يعني هي جت يعني احدث يعني اتعملت انه اعتمدت حديثا خلاص على اساس طبعا غونديفو يعني معاد مش كده عشان يبقى فيها معاد عشان ما يقولش مثلا انه انا وعدت كذا بس انه كفعل لا خدتها ايه خدتها ككلمة ان غونديفو. اناج يعني عمر اناج. un devoir qu'est-ce que ça veut dire يعني واجب. un devoir. un uniforme يعني زي موحد. un uniforme. un magasin يعني محل. un magasin. un restaurant يعني مطعم. un restaurant. des objets qu'est-ce que ça veut dire اشياء. des objets. un drapeau علم. un drapeau. un tableau يعني سبورة. un tableau. un crayon يعني قلم رصاص. un crayon. je répète une autre fois. un oreiller. un rendez-vous. un âge. un devoir. un uniforme. un magasin. un restaurant. des objets. un drapeau. un tableau. un crayon. Alors, maintenant on a les noms féminins. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني الأسماء المؤنثة. الأسماء المؤنثة. Une récréation. Récréation يعني هي الفسحة أو هي المكان يعني اللي بتاخده فيه الاستراحة خلاص. إذن une récréation. une école يعني مدرسة. une école préparatoire يعني مدرسة إعدادية. une école préparatoire. une matière يعني مادة. une matière. une professeur يعني مدرسة. une professeur طبعا من غير E بتبقى un professeur يعني مدرس. une fermeture يعني ايه une ouverture يعني ايه فتح. اذا فتح لانه هي كلمة. ouvrir هي الفعل اللي هو يفتح. ouverture يعني الفتح نفسه تمام. اذا ككلمة. une fermeture يعني اغلاق. fermeture. une salle de classe يعني ايه يعني الفصل فصل الدراسي او الصف نفسه تمام يعني الصف ماشي او الفصل. alors une récréation une école une école préparatoire une matière une professeur
une professeure, une ouverture, une fermeture, une salle de classe. On a aussi une langue. Qu'est-ce que ça veut dire, yani لغة. Une langue, une couverture. Couverture, yani هو الغطاء أو البطانية, البطانية العادية اللي بنتغطى بيها. Une ampoule. Une ampoule, yani اللمبة. اللمبة إيه؟ اللمبة النور يعني, تمام؟ Une ampoule. Une cantine, يعني المقصف أو الكانتين. أحياناً بنقولها إيه بالعربي برضو, كانتين اللي هو المقصف اللي بيقدم إيه مشروبات. Une heure. Une heure يعني ساعة, ساعة زمنية. Une heure. Une élève, تلميذة. Une élève, تلميذ. و une élève, تلميذة. Une semaine يعني أسبوع. Une semaine. Une gomme اللي هي الأستيكة أو الممحاة, إذن اللي هي الأستيكة. Alors on a une langue, une langue, une couverture, une ampoule, une cantine, une heure, une élève, une semaine, une gomme. On a aussi les jours de la semaine. لاحظوا الوحدة دي الحقيقة فيها كلمات مفيدة قوي للاستخدام في حياتنا, خلاص؟ ودي حاجة ايه؟ دي حاجة كويسة قوي, ده معناه ان احنا بنتقدم باللغة بشكل كويس. طيب كيل سون لي جور دو لا سيمين, يعني انتوا برضو لما تسألوا نفسكوا خدوها كده انه زي ما انت حافظ بالعربي ايام الاسبوع, بالانجليش حافظ برضو ايام الاسبوع, لازم اون فرونسي برضو ان انت تحفظ ايام الاسبوع. دول اساسيات, يعني زي ما انا حافظه ايه الارقام مثلا من 1 ل 20 1 ل 50, ماشي, لازم اكون حافظه ايه لي سيزون دو لاني اللي هي ايه فصول السنه, لازم احفظ لي جور دو لا سيمين, فدي ايه تعتبر اساسيات. طيب كيل سون لي جور دو لا سيمين, ما هي ايام الاسبوع؟ هنقول عندي, عندي سامدي اللي هو ايه السبت, اذا سامدي. ديمانش الاحد, ديمانش. لوندي الاثنين, لوندي. ماردي الثلاثاء, ماردي. ميركودي كيسكو سا فو دير الاربعاء, ميركودي. جودي الخميس, جودي. فوندردي الجمعه, فوندردي. الو سامدي, سامدي. ديمانش, ديمانش. لوندي, لوندي. ماردي, ماردي. ميركودي, ميركودي. جودي, جودي. فوندردي, فوندردي. فانتوا ايه تعيدوها كذا مره وتكتبوها, لوندي, ماردي, ميركودي, جودي, فوندردي, سامدي, ديمانش. عادي لو انتوا يعني لو انتوا حافظينها قبل كده من يوم الاثنين عادي, ما فيش مشكله. على اساس ايه؟ على اساس الفرنساويين هم عندهم السبت والحد ايه بيبقى اجازه, وطبعا في مصر عندنا ايه, عندنا الجمعه والسبت اجازه, فبيبتدي الاسبوع بالنسبه لنا من امتى؟ من السبت, صح ولا لا؟ يعني فعشان كده واخده اول الاسبوع بعد يوم الجمعه اللي هو الاجازه من السبت, خلاص. هما طبعا الفرنساويين بيبتدوا ايه من الاثنين عادي, ما فيش مشكله, خلاص. طيب فيرب, مانتونون اون لي فيرب, الافعال. برضو افعال اساسيه اللي بنستعملها واللي اصلا احنا لازم نبقى عارفينها, زي ايه؟ اوفرير يعني يفتح, اوفرير. فيرمي يغلق, فيرمي. رومبلير يملا, رومبلير. ابورتي يعني يحضر, ابورتي. أمي يحب, أمي. étudier يعني بيدرس أو بيذاكر, étudier. déjeuner يتغدى, le petit déjeuner طبعا الغداء, إذن déjeuner يتغدى. adorer يعشق, يعني أمي بيحب. طيب أكثر من الحب هو إيه؟ هو العشق, فبالتالي إيه؟ adorer. ألو ouvrir, ouvrir. fermer, fermer. remplir, remplir. apporter, apporter. aimer, aimer. étudier, étudier. déjeuner, déjeuner. adorer, adorer. on a aussi marcher, marcher. يمشي.
changer يغير changer réparer يعني يصلح بيصلح حاجة ماشي réparer réserver بيحجز réserver jouer يلعب jouer préférer يفضل préférer travailler يعمل travailler alors on a marcher marcher changer changer réparer réparer réserver réserver jouer jouer préférer préférer travailler travailler On a aussi les adjectifs, les adverbes, prépositions et expressions. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني الصفات, الظروف, حروف الجر والتعبيرات. Alors, on a libre, يعني فاضي, غير مشغول, إذن فاضي. Cassé, مكسور, cassé, طبعاً avec E, يعني مكسورة. On avance مبكرا قبل الميعاد on avance sur على sur mais لكن mais طبعا mais لاحظوا ما بلفظش ايه الاس فممكن ايه يخطر في بالكم في mais تانية اللي هي mai juin juillet اللي هي ايه اللي هي شهر مايو خلاص طبعا بال يعني باللفظ هيبان عندي نفس الحاجة بس بالكتابة بتختلف خلاص scolaire مدرسي سكولير الوغ إذن الوغ سلمو فقط سلمو بس يعني دي ماتيير سوسيال يعني مواد اجتماعية دي ماتيير سوسيال الوغ هنا ليبر ليبر كاسي كاسي اون افونس اون افونس سور سور مي مي سكولير سكولير Alors, alors, seulement, seulement des matières sociales, On a aussi vide. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني فارغ فاضي. Alors, إذن vide. بس طبعا فاضي يعني فاضي بالنسبة للأشخاص أو فاضي إنه غير مشغول. فاضي بالنسبة للأشياء بيبقى يعني فارغ. خلاص ما فيهوش حاجة. Il y a يعني يوجد. Il y a aussi ايضا aussi en face يعني في المواجهة en face un cours de sport يعني حصة تربية رياضية un cours de sport il faut يعني يجب il faut faire de la gym يعني يمارس رياضة بدنية خلاص اذا faire de la gym être en panne يعني هو عطلان يعني قاعد ايه عطلان خلاص être en panne يعني ما بيشتغلش ده معنى اذا يعني عطلان عاطل عن العمل خلاص les travaux manuels يعني الاعمال اليدويه les travaux manuels alors on a vide vide il y a aussi aussi en face en cours de sport un cours de sport un cours de sport il faut faire de la gym faire de la gym être en panne les travaux manuels on a aussi les mots illustrés qu'est-ce que ça veut dire quels sont les mots illustrés ça veut dire al kalimat al musawwara تمام طبعا الكلمات المصوره حاجه الحلوه فيها ان انت قدامك صوره وبالتالي ايه وبالتالي هتلاقي او يعني هتلاقي انه المعلومه ثبتت في دماغك اكتر ليه بقى لان انت بتشوف خلاص بس ما مش معنى كده انه الكلمات اللي فاتت ان انتوا زي ما قلت لكم تتضايقوا منها انتوا خدوها زي ما احنا متفقين كده بالراحه يعني كل يوم اقراني شويه خلاص بحيث ما احسش اني انا مضغوطه في الكلمات خلاص يعني دايما الكلمات لما بتبقى مرصوصة بالمنظر ده ممكن تخلي عند الواحد انه يا الله انا عندي الكلمات دي احفظها يا لهوي طب دي حاجة صعبة لا انت بالراحة كده او انت بالراحة كده ماشي حاولوا ان انتوا تحفظوها يعني حاولوا انتوا تفهموها قبل ما ايه قبل ما تحفظوها خلاص طيب un tableau qu'est-ce que ça veut dire زي ما انا شايفين
تابلو اللي هو تابلو اللي هو السبورة. إذن un tableau une table qu'est-ce que ça veut dire يعني ترابيزة أو منضدة. إذن une table un bureau un bureau يعني مكتب un ordinateur un ordinateur يعني اللي هو الكمبيوتر ماشي. إذن un ordinateur une chaise كرسي une chaise une carte الخريطة une carte un dictionnaire un dictionnaire يعني قاموس une horloge une horloge يعني ساعة الحيط un drapeau اللي هو العلم un micro يعني الميكروفون une cantine اللي هو المقصف بقدم مشروبات او حاجات وجبات خفيفة و او ممكن نسميه كانتين يعني مرات بنقول له كانتين خلاص او كانتين يعني خلاص. طيب اذا un tableau une table un bureau un ordinateur une chaise une carte un dictionnaire une horloge un drapeau un micro une cantine maintenant on a compréhension. La compréhension, qu'est-ce que ça veut dire? يعني الجزء الخاص بالفهم. خلاص؟ طبعا زي كل دوسيه او كل يونيتي بنشتغل بعد الكلمات بالاجزاء الخاصه بالوحده الدراسيه. يعني بمعنى ايه؟ عندنا الجزء الخاص بالفهم كومبريونسيون، عندي بعد كده الكرامير وهكذا. خلاص؟ طيب دوكيمون دو ليفر سكولير يعني اللي هو ايه المستند الخاص بايه بالكتاب المدرسي. observe et répond يعني لاحظ وجاوب يعني بمعنى imagine qu'est-ce que ça veut dire imagine يعني تخيلوا يعني خلونا ايه خلونا نتخيل الصورة دي عبارة عن ايه. طبعا هنا عندي العنوان à l'école يعني في المدرسة à l'école وبالتالي ايه وبالتالي الصورة هي عبارة عن مدرسة. نحاول كده مع بعض يا جماعة نبص في الصورة دي ونشوف ايه اللي ممكن نلاحظه. لاحظوا قبل ما ننتقل للأسئلة يعني دايما خلوا عندكم نظرة كده انه طيب العيال دول او ليز ليف التلاميذ بيعملوا ايه هنا. خلاص هما طبعا بيلعبوا صحي كده. طيب بيلعبوا فين فين يعتبر هل هما مثلا بيلعبوا في نادي ولا بيلعبوا فين؟ لا بيلعبوا في نادي بس هو تبع المدرسة. خلاص يعني زي باحة كده باحة المدرسة نفسها او بنسميها ايه بنسميها الساحة نفسها بيلعبوا بيها. خلاص وهنا طبعا في عندي حاجة اسمها كونتين خلاص زي مقصف كده يعني. وهنا طبعا عندي الجدول شايفين جدول الصف الاول الاعدادي هتطلق السبت لغة فرنسية لحد علوم الاثنين رياضة علوم علوم لغة فرنسية ده ايه ده الجدول جدول ايه جدول المواد. خلاص ماشي كده. طيب احنا دلوقتي اول حاجة هنشوف الاسئلة ونشوف نقدر نجاوبها ازاي. ا choisir le bon groupe يعني اختر الاجابة ايه الاجابة الجيدة او الاجابة الصحيحة. c'est l'image d'une maison يعني هذه صورة منزل d'une école صورة مدرسة d'un club يعني صورة نادي. طبعا زي ما احنا شايفين c'est à l'école خلاص وبالتالي ايه وبالتالي هي صورة مدرسة. on a aussi les élèves sont يعني التلاميذ هم dans la salle de classe يعني في الصف الدراسي يعني او في الفصل ماشي يعني في الفصل او في الصف dans le restaurant يعني في المطعم ولا dans la cour يعني la cour. بصوا يا جماعة احنا من شوية خدنا كور اللي هي كده C-O-U-R-S ده الكور اللي هو ايه اللي هو درس كور دي فرنسي او حصة ماشي. طيب لا كور بقى قلنا مع اس وهي ايه وهي ماسكولين. طيب لما بتبقى كده لا كور من غير اسم غير اي حاجة وبتبقى فينينا ده معناه ايه معناه ساحة وبالتالي ايه وبالتالي او ساحة او باحة المدرسة هي هي ماشي وبالتالي ايه دي معناها ايه يعني les élèves sont dans la cour اكيد هما مش في المطعم ولا في ايه ولا في الصف. خلاص طيب
شخصية إيماج لزليف، يعني في هذه الصورة الطلبة أو تلاميذ، إذا تلاميذ يعني اتيديون طلبة، خلاص دي تلاميذ. التلاميذ جو يلعبون، تخافاي يعملون، دي جون يتغذون أو يتغدون، طبعا هما بيعملوا إيه؟ بيلعبوا يعني، وبالتالي جو، إذا جو. Ces élèves sont des garçons seulement، يعني التلاميذ هم فقط، يعني فقط ولاد، ماشي. Des filles seulement، يعني فتيات فقط، بنات يعني. Des filles et des garçons، يعني هم عبارة عن إيه؟ إذا هم فتيات وفتيان، أو ولاد وبنات. طبعا بصوا كده هتلاقوا في بنات، صح ولا لا؟ هنا دي بنت، وهنا برضو يبقى، ودي برضو يبقى، هما أولاد وبنات، يعني دي في دي جارسون. دايما خلوا عينكو على الصورة، ما تقولوش تفتوا من عندكو، لا خليكو على الصورة. طيب سي لومبلوا دو تون، يعني جدول ايه؟ جدول الحصص، يعني تون يعني زمن، ماشي. امبلوا استخدام الزمن. طيب لا، معنى كده الكلمة على بعضيها او الكلمتين دول على بعضيهم معناهم ايه؟ جدول، جدول الحصص، خلاص. طيب de la première année، de la deuxième année، de la troisième année، يعني جدول الحصص ده بالنسبة لي السنة الأولى، ولا بالنسبة للسنة الثانية، ولا بالنسبة للسنة الثالثة. طبعا مقصود دي الأول إعدادي، ثاني إعدادي، ولا ثالث إعدادي، أكيد هيبقى إيه مكتوب هنا، لاحظوا جدول صف الأول إعدادي، وبالتالي de la première année، إذن دولا بخمير عني، وده اختصار طبعا بخمير، أحسن ما تكتبوها كاملة، بنحط واحد وبنحط إيغ، خلاص؟ طيب maintenant on a B mais vrai ou faux selon le document. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني ضع صح أو خطأ حسب إيه؟ حسب المستند. dans cet emploi du temps il y a 5 cours le dimanche. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني في جدول الحصص ده يوجد خمس إيه؟ خمس، احنا قلنا حصص دي، تمام. اذا كور سافدير حصه او ايه، او يعني درس، خلاص. اذا خمس دروس او خمس حصص لو ديمونش. هبص كده لو ديمونش، كيسكو سافدير لو ديمونش؟ يعني الحد، خلاص. طيب الحد عندي ايه؟ عندي حصه، ادي حصه ودي ثانيه، شايفين حصه اولى وحصه ثانيه، دي ثالثه، دين، بعد كده مواد اجتماعيه، بعدين عربي، بعدين ايه؟ بعدين رسم، عندي حصه سادسه، وبالتالي ايه؟ اذا خمس دروس، لا اذا سته او ست حصص، يعني هعمل ايه؟ هعمل فوق. طبعا انتوا في الامتحان تكتبوها كامله. طيب لو ماردي ا 11:35 il y a un cours de dessin، يعني يوم الثلاثاء في الساعه 11:35 دقيقه يوجد درس رسم. إذا يوجد إيه؟ درس رسم. هبص لو ماردي، لو ماردي اللي هو الثلاثاء، هل عندي بالحصة الساعة 11:35، لاحظوا هنا في مثلا الحصة الأولى الساعة 8:58 دقيقة، بعد كده 49، خلاص. هو قال لك إيه؟ قال لك الساعة 11:35، خلاص، بيوم الثلاث، لاحظوا. إذا 11 ودي 10 و10، بعد كده هنا 10:50، 11 ايه و35، ادي يوم الثلاث في ايه؟ في لغه فرنسيه، وبالتالي ايه؟ وبالتالي ما فيش رسم، يعني فو برضو، خلاص. طيب لي في جو او بالون، يعني الفتيات يلعبن بالكره، لاحظوا طبعا هنا كله بيلعب، شايفين؟ اذا هنا دول دي بتلعب، وهنا برضو يعني مش عارفه هي باينه قوي ولا لا، مش باينه قوي صراحه. ادي هنا الفتيات، ماشي، هما بيلعبوا بالكوره. اللي بيلعب بالبالون او بالكوره هما مين؟ هما صبيان، وبالتالي ايه؟ وبالتالي فو برضو، خلاص. طيب دون سيت ايكول ان يابا دو كونتين، يعني في هذه المدرسه لا يوجد كونتين او لا يوجد مقصف. لا، هنا كاتب لك ايه؟ كاتب لك مقصف، وبالتالي برضو ايه؟ اذا فو، اذا يوجد، اليا، اليا دو ايه؟ اذا اليا دو كونتين. طيب دون لا كور اليا ان درابو، يعني في الباحه او في الساحه دي
يوجد ايه؟ يوجد علم اهو، هو ده ايه؟ هو ده العلم، يبقى ايه؟ يبقى فغي. خلاص ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه للاسئله، وسهله يعني، هي اهم حاجه الملاحظه. طيب مانتونونا بي دوكيمون برافو لي ريبون. خلاص طيب هنقرا طبعا النص ده وبعد كده ايه هنشوف الاسئله. دايما انا دايما وابدا بقول لكم النص دايما نشوف هو عباره عن ايه، هل هو ديالوج هو تكست، في كل حاله من الاحوال دايما يكون لينا نظره عليه. طبعا رساله مفروض ايه انجلتر لازم يكون عندي تاريخ، ما فيش تاريخ هنا باين عندي انه حوار بين اثنين، لا طبعا، وبالتالي ايه وبالتالي نص. خلاص لو سامدي هلا فا اليكول à 8 heures. Et là, un cours de maths à 9 heures. Un cours de français à 10 heures. Mais elle n'aime pas le français. Elle a un cours de sport à 11 heures. Elle aime le sport. Elle a un cours de sciences à 1 heure de l'après-midi. Alors, je répète. Le samedi, yani sabt, Hala va à l'école à 8 heures. Yani Hala tazhab ila al-madrasa الساعة إيه؟ الساعة الثامنة. إلى un cours de maths يعني عندها درس رياضة أو رياضيات. à 9 heures يعني على الساعة التاسعة. un cours de français à 10 heures يعني درس فرنساوي على الساعة العاشرة. mais elle n'aime pas le français ولكنها لا تحب الفرنسية أو اللغة الفرنسية. إلى un cours de sport à 11 heures يعني عندها درس رياضة يعني خلاص على الساعة ايه؟ على الساعة الحادية عشر. إليم لسبور هي تحب رياضة. خلاص اذا بتحب ايه؟ بتحب رياضة. إلى ان كور دو سيونس عندها درس علوم على اونور على الساعة واحدة من بعد ايه؟ من بعد الظهر. ماشي كده؟ طيب اون امانتنو ا شوازي لو بون جروب يعني اختر الإجابة الجيدة. Ce document est يعني هذا المستند هو عبارة عن إيه؟ أو هذا يعني المستند اللي قدامنا. Une lettre يعني رسالة. Un dialogue يعني حوار. Un texte نص. طبعا هو عبارة إيه؟ عبارة عن نص. إذن un texte. Le samedi, هلا A. 4 cours, 5 cours, 6 cours. يعني يوم السبت هلا لديها 4 حصص، 5 حصص، 6 حصص. هبص بكل بساطة عندها أول حاجة إيه؟ كور دو مات. خلاص؟ بعدين عندها تاني حاجة كور دو فرونسي. بعدين طبعا هي ما بتحبش فرونسي مش مشكلة. إلى أن كور إذا ثلاثة عندها رياضة. خلاص؟ إليم لو سبور. إلى أن كور دو سيونس إذا كاتر. دي كاتر. خلاص؟ أنت هنا عندك أن كور دو مات واحد، كور دو فرونسي اثنين، بعد كده ثلاثة كور دو سبور، أربعة إيه كور دو سيونس، يعني عندها كام؟ يبقى عندها 4 كور. طيب 5 كور سا فو دير إيه؟ سا فو دير خمس حصص وست حصص، إذا 4 كور. هلا فا أليكول يعني هلا تذهب إلى المدرسة. أويتور يعني على الساعة الثامنة، على أنوفور على الساعة التاسعة، أونزور على الساعة 11. طبعا هي بتذهب امتى؟ على الساعة الثامنة، إذا أ ويتور. أكيد طبعا أنتوا بقلبكم بتقولوا يا ريت المدرسة إيه؟ تبقى على الساعة 9 ولا 10، مش كده ولا إيه؟ طيب، إذا أ ويتور. أ نوفور هلا أ أن كور، يعني الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، هلا لديها درس دو فرونسي، فرنساوي، مات، رياضة أو حساب، سبور، رياضة. طبعا على الساعة إيه؟ التاسعة. إذا عندها إيه؟ عندها مات، وبالتالي إذا دو مات. هلائم لو سبور لو فرونسي، لو سبور إي لو فرونسي، يعني هالة تحب الرياضة، تحب الفرنسية، تحب الرياضة والفرنسية. طبعا هي قالت لك إيه؟ إل نيم با لو فرونسي، وبالتالي إيه؟ وبالتالي هي بتحب إليم لو سبور، إذا لو سبور. مانتونو أونا ب مي فري او فو دابخي لو دوكيومون، يعني ده علامة صح أو خطأ بعد إيه؟ من بعد رجوع للنص في الدوكيومون في المستند. لو سامدي هالا فا أو كلوب أويتور، يعني يوم السبت هالا تذهب
إلى النادي الساعة الثامنة. الكلام ده موجود، هنبص إيه إذن هلا تذهب لفين على الكل لسامدي إذن إلى المدرسة أو وبالتالي إيه وبالتالي فوق. طيب le matin هلا a un cours de science، يعني في الصباح هلا لديها درس علوم. إذن في الصباح درس العلوم لابخي ميدي وبالتالي إيه وبالتالي فوق. طيب هلا نيم با لو فرونسي، يعني هلا لا تحب الفرنسية، نيم با لو فرونسي يبقى إيه يبقى فغي. Le samedi, هلا a un cours de maths l'après-midi. يعني يوم السبت هلا لديها درس رياضة بعد الظهر. بعد الظهر لا عندها إيه؟ عندها سيونس الرياضة الساعة 9 يبقى إيه؟ يبقى 4. بعد كده عندنا هلا a un cours de sciences à 11h. يعني هلا لديها درس علوم على الساعة 11:00. لا عندها إيه؟ عندها رياضة وبالتالي إيه؟ وبالتالي 4. خلاص؟ طيب. Maintenant, on a l'observation. Qu'est-ce que ça veut dire l'observation? Ça veut dire moulahaza. Les articles indéfinis et les articles définis. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani adawat al-nakira ou adawat al-ma'rifa. Boussou ya jama'a, ihna abli kida la tkallimna bihom. Yani tkallimna abli kida bil-hajad di awi. خلاص يعني تقدروا تعتبروا انه ده مراجعه، يعني لحد دلوقتي ما خدناش ايه ما خدناش حاجه جديده اتكلمنا بيهم. طيب من غير ما نبص هنا تبصوا معايا دايما وابدا ادوات المعرفه اللي هي les articles définis. quels sont les articles définis؟ ادوات المعرفه هي le la et l'apostrophe ولي. تمام le تستخدم للمسكنه سانجوليه. كيسكو سا فودير؟ يعني مفرد مذكر. لا فيمينا سانجوليه يعني مفرد مؤنث. إلا بوستخوف تستخدم لا المسكنه والفيمينا فويل يعني المذكر والمؤنث اللي بيبدا بحرف صوتي. اذا مذكر ومؤنث يبدا بايه؟ يبدا بحرف صوتي. الاحرف الصوتيه هي مجموعه بكلمه وزو. لاحظوا معايا كده اذا وزو ما عدا الاس، وزو يعني عصفور. تمام لسهوله الحفظ زي ما قلنا اللي هم الاو والاي والاو ا او ويضاف ليهم الايجريج. الايجريج اللي تعامل نفس معامله مين؟ الاي. تمام فبالتالي انا لما بشوف اي كلمه تبدا بحرف صوتي سواء كانت مذكر ولا مؤنث بديلها ايه؟ اذا بديلها الابوستروف. خلاص طيب ليه اللي هي طبعا ماسكولين فيمينا بلوريال. اذا ليه ماسكولين فيمينا بلوريال؟ كيسكو سا فودير؟ يعني مفرد مذكر جمع، اي حاجه جمع بحط لها ايه؟ بحط لها ليه. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل للادوات المعرفه. مثال عليها بنقول لو ليفر. ليفر ايه؟ هو ماسكولين سانجولي فبالتالي هتاخد ايه؟ هتاخد لو. برضو عندي لا كلاس. اذا كلاس اللي هي ايه؟ الصف. احنا قلنا مفيش ربط بينه وبين العربي، الصف بالعربي مذكر اون فرونسي مؤنث ماليش علاقه بالكلام ده. تمام كلاس هي كلمه ايه؟ فيمينا فيمينا سانجولي وبالتالي ايه؟ هتاخد لا. عندي برضو امي. امي اللي هو معناه صديق، هي طبعا من غير او يعني ايه؟ يعني صديق، مع او صديقه، ماشي كده؟ طيب باعتبار بدات بحرف صوتي من اللي احنا شايفينهم دول وبالتالي هتاخد ايه؟ هتاخد الابوستروف. اوسي اونا ايكول اللي هي ايه؟ اللي هي مدرسه، هي هي فيمينا اون ايكول، ماشي كده؟ بس باعتبار بدات بحرف صوتي فهتاخد ايه؟ هتاخد الابوستروف. ايكول بقى لو معاها اس ماشي مع اس يبقى بقيت جمع، ما تفرقش معايا مذكر ولا مؤنث هديلها ايه؟ هديلها ليه. برضو ليفغ لو لها اس او كلاس ليهم اس كله هياخد ايه؟ هياخد ليه. ده بالنسبه لمين؟ اذا بالنسبه ل بالنسبه لمين دول؟ اذا بالنسبه لادوات المعرفه. خلاص طيب ليز ارتيكل ديفيني. طيب Maintenant, on a quels sont les articles indéfinis. Les articles indéfinis sont
أدوات النكرة أو التنكير هم un، لاحظوا un و des بكل بساطة. بصوا قد إيه سهلين. un تستخدم للمذكر singulier للمسكولين singulier يعني مذكر مفرد، un féminin singulier يعني مؤنث مفرد، des masculin féminin pluriel يعني مذكر مؤنث جمع. انا هنا مش فارق معايا حرف صوتي ولا غير حرف صوتي، خلاص يعني ياخد لكله، يعني سواء كان مذكر بادئ حرف صوتي ولا مش بادئ حرف صوتي هياخد ايه، هياخد ان. نفس النظام بالنسبه لان فيمينا بادئ حرف صوتي او غير حرف صوتي هياخد ان، ودي للجمع ايا كان. خلاص زي ايه، هناخد نفس الامثله ليفر ماسكولين سانجولير فبالتالي هتاخد ايه، هتاخد ان يعني ان ليفر. كلاس فيمينا سانجولير هتاخد ايه، هتاخد ان. ليفر هي طبعا جمع ليفر عبك اس يعني جمع كتب، فهتاخد ايه اذا دي ليفر. لو قلت عمي بدأ بحرف صوتي مش فارق معايا ان عمي لان هو مذكر. الكل برضو بدأ بحرف صوتي بس هي فيمينا وما يفش فارق معايا هتاخد ان. ودي الكل لو معها اس كده او حتى عمي او حتى ليفر كلاس ايا كان هياخد دي. خلاص طيب، طبعا هنا بيقول لك ايه، بيقول لك تستخدم ادوات النكره عند الحديث عن شيء او شخص لا نعرفه جيدا او نتحدث عنه لاول مره. يعني بمعنى ايه، يعني انت من الاسم بتاعها انا بقول نكره وبالتالي حاجه مش معروفه بالنسبه لي بطبيعي. ليه بقى؟ لاني انا حاجه مش عارفاها فبالتالي هقول ايه، يعني مثلا ايه نامي صديق لاعلى التعيين، خلاص ان بروفيسور سي لو مدرس، انا مش عارفه مدرس ايه. لا لما بقول مثلا سي لو بروفيسور دو فرونسي يعني لا مدرس اللغه الفرنسيه انا ايه خصصت. خلاص طيب فده باعتبار انا نكره ما اعرفوش، مثلا هقول لك كيسكو سي، انا باجي باشر لك باشر كده بقول طب كيسكو سي بهذا، فتقول لي مثلا سيت ليف خدناها ايه في اليونيتي اللي قبل كده. لما باجي لما بقول كيسكو سي لغير العاقل يعني للحاجه الجماد بقول لك كيسكو سي، تقول لي مثلا سيت اون شيز كرسي لعلى التعيين، ما بتقوليش مثلا سي مون شيز مثلا لا ده الكرسي بتاعي مثلا، او سي لو شيز مثلا دو سامي لا كرسي سامي الى اخره. خلاص اذا ده ايه، ده نكره لما بستعني مع النكره، فاقول سيت اون ليفر سيت اون بروفيسور. بينما بالنسبه لادوات المعرفه زي ما قلنا بنقولها لما بتكلم عن حاجه انا عارفاها، يعني بقول لك مثلا مين ده مثلا كيس، هتقول لي او هتقولي لي سي لو بروفيسور دو فرونسي، ده استاذ اللغه الفرنسيه، سي لو بروفيسور دو مات، لا ده استاذ الرياضه. خلاص لا انا عارفاه ده الاستاذ بتاعي مثلا بيدرسني كذا. خلاص تمام، هناخد بقى هنا شويه اكزرسيس او اكتيفيتي. هنا ici activité 1 choisis la bonne réponse. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني اختر الاجابه الجيده او الاجابه الصحيحه. سي في، طيب انا هنا يعني الموقف ايه، فتاه، طيب انا خصصت او عرفت مين دي، جه بعدها مثلا زي هنا بروفيسور دو فرونسي انه زي ما تقولوا مضاف ومضاف اليه، لا طبعا ما جاش، وبالتالي ايه، وبالتالي لا على التعيين، يعني سيتون في وهي فيمينا سانجلي فتاخد سيتون في. احنا قبل كده خدناهم بالانيتيري قبل كده منفصلين، يعني ما كانش انه في تداخل، بس انتوا في الاكزام طبعا هيجيب لكم انه اختار لي ادوات معرفه او نكره، فلازم تبصوا قوي في الجمله وتفهموها، يعني مش مطلوب مننا ايه الحفظ بالحاجات دي. القواعد يا جماعه جرامير سهل، اون فرونسي حلو وسهل زي بالعربي، تحس ليه كده نكهه خاصه، فبالتالي احنا لازم نعيش الحال، لازم نعيش الجو الجمله سيتياسيون. خلاص سي رامي، هذا رامي، اذا هذا مين، هذا رامي الي فرير دو مونا، انت شايف هنا بصوا معايا انتوا شايفين مضاف مضاف اليه صح، يعني بقول اخو مونا، طيب وبالتالي ايه انا عرفته ده اخو مونا، يعني فرير طبعا هي ماسكولين فهتاخد ايه، هتاخد لو، اذا سي لو فرير دو مونا. طيب هنا بقى عندي الحاله دي بيقول لك ايه، جي كور دو فرونسي لو جودي، خلاص؟
طيب طبعا انتوا ما تاخدوش انه مضاف مضاف اليه ده على طول كده، لا تفهموا معنى الجمله برضو خلاص انها فيها تعريف ولا لا. هنا بيقول لك انه يعني بالمعنى كده انه انا لدي كور دو فرونسي كيسكو سافو دير، درس فرنساوي لو جودي يعني ايه يوم، اذا يوم الجمعه خلاص. طيب انا هنا يعني عندي درس فرنساوي، ما قلتش ده الدرس عباره عن ايه، تمام؟ مثلا انه ده الدرس الثاني الثالث الرابع، ما خصصتوش باسم خلاص. فبالتالي هنا هتبقى ايه، برضو هتبقى نكره. ليه؟ لاني انا ما فيش حاجه بالدنيا على المعرفه. هناك لو فريغ دو مونا يعني اخو مونا، انا حددت خصصت خلاص. بس هنا لا، ما فيهاش تخصيص، الدرس لا على التعيين. فبالتالي ايه، جي ان كور دو فرونسي، اذا جي ان كور دو فرونسي لو جودي. طبعا كور مع افيك اس خلاص، افيك اس، بس هي ايه زي ما احنا قلنا من اصل الكلمه اللي هي ايه، هتبقى ماسكولين سانجولي. ليه بقى؟ هي الكلمه مجرده كده. طيب اون اوسي 4 ليليف اي دون كلاس، يعني التلميذ هو ايه يعني في الصف مفروض. طبعا كلاس مفروض، مش هقول مثلا تلميذ التلميذ ماشي هو في صف ما، لا في الصف نفسه. فبالتالي هتبقى ايه، اذا هتبقى معرفة هتاخد ايه، هتاخد لا، هو مدي لك هنا اذا هتاخد لا فيها تعريف في الصف ماشي. طيب maison de Reda est grande، يعني منزل رضا هو كبير. طيب انا خصصت منزل رضا، ما قلتش منزل على التعيين، فبالتالي ايه، اذا هتبقى لا ميزون دو غدا اي غروند، اذا لا ميزون دون ليكول اليا اليف، يعني في المدرسه يوجد، انا قلت مثلا التلميذ كذا او التلاميذ في الصف الاول الاعدادي، لا يوجد تلاميذ اليا ديز اليف. اذا اليا ايه، اليا ديز اليف. ليه؟ لاني انا ما خصصتش تلاميذ، انا ببص كده من بعيد في ايه، في تلاميذ. طيب parents sont le père et la mère، يعني هنا بقول الاهل، اهلهم الاب والام. طب انا بخصصهم دلوقتي يعني ماشي، ما قلتش انه دي parents، لا لا les parents الاهل هم le père et la mère، هم الاب والام، وبالتالي ايه les parents. طيب سي livre de شادي، يعني كتاب شادي، ما قلتش انه سيت ان ليفر يعني كتاب، لا على التعيين ما اعرفش هو لمين، لا انا بقول انه كتاب شادي، وبالتالي ايه هتبقى لو ليفر لانه ماسكولين سانجل خلاص. طيب مانتنو اون اكتيفيتي دو، شوازي لارتيكل كونفينابل، يعني اختر الاداه المناسبه خلاص. هو خلط لك برضه الادوات ماشي كده، هتختار. وده على فكره يعني ده احتمال قوي يجي في الامتحان، لان انت جمع لك درسين في درس فعادي يعني. طيب السؤال هنا بيقول لك تيا ليفر، لديك كتاب. انا قلت لك لديك كتاب اللغه الفرنسيه، لا قلت لك هل لديك كتاب، اذا هل لديك كتاب، فبالتالي ايه هتاخد، اذا تيا ان ليفر بكل بساطه، انا ما حددتش، اذا تيا ان ليفر. طيب ابص طبعا دايما انه هل هو ماسكولين ولا فيمينا. دو سي ليفر دو بروفيسور، يعني كتاب الاستاذ، خصصت يا جماعه، وبالتالي هتاخد مباشره من غير تفكير سي لو ليفر دو بروفيسور. ما اقدرش اقول سي تون ليفر دو بروفيسور، يعني انه كتاب الاستاذ، الكتاب استاذ، لا سي لو ليفر دو بروفيسور يعني كتاب الاستاذ خلاص. طيب فوز افي شامبر، هل لديك غرفة؟ لا على التعيين، انا فارقة معايا الغرفة مثلا واجهتها فين، مش فارقة معايا صح، فبسأل انه انت عندك غرفة، عندك اوضة، اذا انت يا ان شامبر، بس بكل بساطة هي دي vous avez une chambre. هو ردك رد ايه، قال لك شامبر نيميرو، نيميرو كام، 12 ليبر، يعني الغرفة رقم 12 هي فاضية، وبالتالي ايه لا شامبر خصص لك، اذا لا شامبر، لا شامبر نيميرو 12 ليبر. maintenant on a je cherche hôtel d'Orsay. qu'est-ce que ça veut dire، يعني انا ببحث عن ايه، اذا ببحث عن اوتيل اورسي خلاص، انا حددته، حددت الفندق، وبالتالي هيبقى ايه، اذا هيبقى
انا يعني جو شيرش ايه، اذا جو شيرش انت هنا عندك اشميه وبعدها ايه حرف صوتي، فاحنا قلنا دايما انه الاشميه هي الاش التي لا تلفظ، وبالتالي ايه ببص على الحرف الذي يليها، حرف اللي بيليها هو حرف صوتي فويل، فايه لازم اخد ايه اذا ال ابوستروف، اذا جو شيرش انا محدده اوتيل اوكسي خلاص، اذا جو شيرش لوتيل دوكسي خلاص. طيب اذا هاخد ال ابوستروف سو سون كايي ديكزرسيس، يعني انهم ايه انا بتبصل لجمع، اذا كايي ديكزرسيس يعني دفاتر او كشاكيل تمارين خلاص. طيب يعني انا بقول دفتر او بقول كشكول التمارين او كشاكيل التمارين خلاص. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه انا مخصصه، انا ما قلتش كايل على التعيين اي حاجه، لا انا قلت كايي ديكزرسيس يعني سوسون لي كايي ديكزرسيس، ليه؟ لاني انا حددت دي. طيب جي ستيلو يعني انا لدي ايه اقلام جافه، تمام. طب اقلام جافه دي انا محددها؟ لا اي اقلام جافه، انا عندي مجموعه اقلام جافه، بصوا لي كده انا عندي مجموعه ايه اقلام جافه، فبالتالي ايه هتاخد جي ديستيلو، اذا جي ديستيلو. Voici sac de nani. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني انه انها او هذه يعني voici انها شنطه مين؟ ناني. يعني انا حددتها الشنطه دي بتاعت مين؟ بتاعت ناني. sac طبعا هي ماسكولين سانجلي، فهتبقى ايه؟ اذا سي لو ساك دو ناني. خلاص حددت. سي ايكول دو جمال، يعني انها مدرسه جمال. خلاص اذا انا حددتها دي مدرسه جمال، يعني مش انه ايكول على التعيين، لا حددتها. ايكول طبعا فيمينا، اذا فيمينا سانجلي فهتاخد ايه؟ اذا طبعا هي بادئه بحرف صوتي اللي هو او خلاص، فابتدي هتاخد ايه؟ هتاخد ايه لابوستروف، اذا سي ليكول دو جمال، اذا هي دي خلاص، اذا سو ليكول. طيب سو سون انهم، اذا سو سون مشوار. كيسكو سا فو دير؟ يعني مناديل، مناديل ورقيه، المنديل اللي بنستعمله او كلينكس خلاص. سو سون انا حددته مثلا، والله لا منديل ده منديل لونه احمر مثلا، لونه اصفر ايا كان، انا حددت؟ لا ما حددتش، فبالتالي ايه هاخد سو سون دي مشوار، انها ايه؟ اذا انها يعني مناديل ورقيه بس. طبعا هنتوقف لحد هنا ونكمل الوحده في درس جديد، فيديو جديد ماشي. ولو في اي سؤال شاركوني بالكومنتس، انتوا داخلين على امتحان خلاص، لو في اي حاجه يعني ما تسيبوش انه والله انا الحاجه دي مش فاهماها خلاص او مش فاهمها، لا شاركوني، ولو في اي مشكله وكده قولوا لي عليها، ولو اتجمعت اسئله ولا حاجه ممكن نجاوب على الاسئله كلها مره واحده، وان شاء الله ربنا يوفقكم. يعني انا حاسه طبعا بيكم قوي ان انتوا داخلين امتحانات وكده، وعارفه الشهر ده بيبقى شويه تقيل بالنسبه لكم، بس ان شاء الله يعني استحملوا، وعايزين كده درجات كويسه في كل المواد باذن الله. ماشي، اوفوار، واشوفكم في فيديو جديد.